رحت الانتخابات اهو، صباعي اهو. والله هي ناس مش كتير قوي، بس يعني انا عندي امل ان ربنا يكرم باذن الله عشان البلد تمشي، ولازم الناس كلها تفهم كده يعني عشان بلدنا تكمل المسيره بتاعتها. والله عايزه اقول له حاكم ضميره في الاول وفي الاخر يعني، وعشان بلدنا، عشان احنا كمان نعرف نعيش ونستمر في حياتنا ونعرف نقبض مرتباتنا والحياه تسير زي ما بيقولوا. وربنا يصلح حال بلدنا يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، وربنا يحمي رئيسنا يا رب.